ورجعنا معكم في عسيف مع الفقرة أكيد اللي يعني كلنا نحبها وبنسولف فيها عن محاور كثيرة. بتكون معنا من السعودية الميك اب ارتست الجميلة بدور الإبراهيم، إحدى الشخصيات المؤثرة في السوشيال ميديا. يا حلوها، حيوية، نسولف معاها. تبوسم، هلا والله فيك في الكويت حبيبتي. أولا وهلا والله فيك في عسيف حبيبتي. تسلمون والله، مرة تجنن. استانستي؟ أحب هالكويت. وين رحتي وين جيتي؟ أكيد أفنيو والتمشينا ويعني حلو جوكم. ما شاء الله عليك، بالعافية إن شاء الله وتظلين عندنا مدة هني، نتونس فيك حبيبتي. تسلمين. بدور مسي عليك بالخير يا حي، إن شاء الله معانا في عسيف نتكلم في أمور كثيرة، لكن عندنا تقرير بنطلع هذا التقرير بنشوف جمال 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 من السعودية بدور الإبراهيم. خبيرة التجميل السعودية بدور إبراهيم من أوائل السعوديات اللي بلشوا بالسوشيال ميديا بس باسم مستعار، وكان حسابها من أقوى الحسابات في ذيك الفترة، واللي ما يعرفون الغالبية كانت كوميديانة وخفيفة الطينة، وهذا زاد من شعبية الحساب مع إنها ما كانت تظهر للعلن. بدور المجتهدة دائما اليوم تعتبر واحدة من أهم الشخصيات المؤثرة في السوشيال ميديا. هي رسامة وميك اب ارتست عشقت عالم التجميل والجمال والموضة والأناقة. تعترف بلشت من الصفر وبجهود فردية، تعبت واجتهدت لين وصلت للمكان اللي تتمتع فيها الليلة، وباسمها أربع ماركات عالمية بدور الإنسانة الطيبة عفوية، وهذا اللي حبب بنات السعودية فيها. حساب بدور فيه ما يقارب 300,000 متابع من مختلف الدول العربية، وأيضاً سنابها تفاعلي بشكل كبير، أنيقة وكشخة وجمالها ما يختلف عليه أثنين. خبيرة التجميل السعودية بدور الإبراهيم حيجلى معنا الليلة في عسيف. حياك الله بدور معنا. يمكن أول سؤال يطري على المشاهد في السعودية، مشاهير السوشيال ميديا يمكن عادي يطلعون بدون يبينون شخصيتهم وينشهرون ويحصلون على متابعة كبيرة جدا. أي صحيح، هو في قبل يعني 2014 كانت السعودية تخاف أنها تطلع اسمها أو اسم عائلتها أو قبيلتها، فشوي تكون متحفظة. أي فإحنا أنا بصراحة بديت بحساب وهمي وعرفوني متابعيني مو بميك اب ارتست، لا بشخصية المرحة اللي يقولون ايه خفطينة وكوميدية. صح ما شاء الله، وأنزل مواضيع وعرفتي تصير تحت البوست دردشة. بس كنت وجهها مو طالع. اي ما تطلعين. لا لا لا، حتى مو حسابي هذا ميك اب ارتست، كان حسابي دودي اسمه بس دودي. يعرفون المتابعين الحين انك انت كنت الحساب القديم؟ إيه اكيد القديمين اللي قبل 5 سنوات اكيد يعرفون. واي تخيلي الوحده لما ما تطلع وياها ايش كثر تاخذ راحتها. مره اقول لك كان يعني لك الموضوع ان انت مو طالعه ويلا خلينا نضحك واسوي مره يعني، بس كان بحدود الادب والاحترام. صح يعني. اي حتى كانوا في فنانات وفنانين يتابعوني، فحتى فايز المالكي كان يتابعني دودي ما يعرفوني بدور. دودي فايز المالكي يتابعك وما ادري ايش، قلت حلو. فكنت انبسط اني انا قاعده اجذب مو بس متابعين عاديين، فنانين. بعدها عاد شو التكنيك؟ شلون احنا ودنا نعرف عن هذه البدايه، شو الطريقه اللي انت كنت تستخدمينها اللي يعني ما شاء الله تجذبهم؟ تشوفين عندك ما شاء الله عدد كبير من المتابعين رغم ان انت مو ظاهره للعلن يعني ونازله باسم مستعار. يعني شوف هو يعتمد على الفكاهة. يعني أنا ألمس كذا جانب، جانب العاطفي، الجانب المضحك، النكتة، موضوع مثلا دارجة الحين أتكلم فيه يصير نقاش شباب بنات عادي كان، لأنه يعني شخصية مبهمة بالنسبة لهم. يعني ما كانوا يحنون عليك يزنون نبي نشوف شيء؟ كان بعدين أنا انتقلت من هذا الحساب إلى حساب ميك اب ارتست دودي. هنا لا، هنا قمت أطلع نفسي بداية، لا ما كنت أطلع نفسي، بعدين شوي شوي كنت أعلمهم على الميك اب بالرسم العيون، عرفتي يعني بجميع الخطوات يعني بجميع الأدوات اللي كنت أستخدمها. فشوي مجرد شوي بس العين. إيه بس العين. عادي يقولون سالفة المشابيس والقباقب. تعرفين إحنا أهل الشرقية بالسعودية نحب البحري وكذا. أي وأحب أطبخ بعد. ما شاء الله، شو تطبخين ما تطبخين؟ كل شيء اللي يخطر على بالك. هذا من زمان ولا تو؟
لا من زمان يعني. تطلعين المهارات هذه في السوشيال ميديا؟ اكيد في سناب شات اكيد. لازم تفتحين حساب حق الميك اب وحساب حق الطبخ. الطبخ اكيد يحبون طبخي ما شاء الله. عادي يعني احنا يعني بما ان ذكرنا بنات الشرقيه اكيد يعني وجه لهم تحيه كلهم ملح وقبله ما شاء الله. يمكن تفننتي ايضا في يعني علاقتك معاهم كميك اب ارتست وتواصلك معاهم على ارض الواقع، كلمينا عن تقبلهم. شوفي بنات الشرقية وغير بنات الشرقية يعني يتابعوني ما شاء الله من جميع أنحاء السعودية والخليج، حتى في بنات مغتربات في أمريكا في لندن في كل مكان يتابعني. فأنا ما أحس أني شوفي أنا طلعت لهم كشخصية لامسة جميع الجوانب مو بس ميك اب آرتست، فيوم فهذا شيء يجذبهم يعني ألامسهم من جميع النواحي. ترى بعض الأحيان يرسلون لي يصيرون مثل صديقاتك وأصدقائك يعني بدور إيش صار لي كذا، إيش أسوي، إيش أتصرف، إيش بدري، إيش مو بس على الميك اب، على جميع الأصعدة الحمد لله. خاصة لما تتفاعلين معاهم وتردين عليهم يحسون فعلا أنك قريبة منهم حين. أي أي أكيد. بدور إحنا للحين ما بدينا ترى النقاش ولا الحوار ولا الحلقة. جاهزة؟ جاهزة. نبدي؟ أبدأ. نشوف التقرير. للحجاب أو اللثام قصة مع بدور. في بداياتها كانت تطلع باللثام الكامل، تعطي دورات وتشارك في ورش وتساعد الباحثات عن الجمال والمعلومة. بدور ما تعتبر نفسها محجبة لأن الحجاب بالنسبة لها إما أن يكون كامل أو لا يكون. تفضل ظهورها بالشيلة وبكامل أناقتها. شنو قصتك يا بدور؟ السؤال عندنا والجواب مع نورة وطالب في عسيف. شنو قصتك يا بدور؟ والله لا قصة ولا شيء. ترى أنا من الأساس إنسانة محجبة يعني في البرة في المولات في أنا إنسانة محجبة وأسافر ترى وأرمي العباية يعني. فخوفي إن مثلا أحد يعرفني أو يعرف ملامحي يضايقني مثلا في لما أطلع برة أو شيء أكون يعني ما أخذ راحتي. فهذا السبب اللي خلاني أتلثم. يعني انت تقصدين انت غير محجبه ولكن علشان السوشيال ميديا لا يلاحقون؟ لا محجبه اقصد مش ماني منقبه او متلثمه. انا متحجبه. يعني تحطين اللثام على قولتهم علشان ما يقدرون يتعرفون عليك تاخذين راحتك. اخذ راحتي هذا السبب. سامع عن المشاهير الحين اذا طلعتي تتلثمين؟ لا لا خلاص طلعت من هالمرحله. خلاص طلعت منها. اي انزين. لان صراحه بقول لك اللثمه اذتني يعني. يعني احنا انت قلتي يمكن ان انت تلثمين عشان الناس لا يؤذونك. الحين شهرتي زياده يعني المفروض الحين وقت اللثم صح؟ لا شوف يعني صحيح كلامك بس ان ما ادري انا حابه متابعيني. انا يعني القى متعه ان مثلا تجيني واحده بدور خلاص اصور معاك بدور يعني كانت بدور. فكره اللثام يعني يعني شوي كنت متحفظة شوي وكذا بس بقول لك إنها أذتني يعني اللثمة هذه. إحنا في السعودية قبل يعني قبل 2014 وقبل وقبل كانت الوحدة المتلثمة هذه مش أوكي في السعودية يعني. هذه وحدة ما أدري بس أنا ماني ملثمة فأنا ليش أحط اللثام؟ عشان ما حد يتعرف علي ولا أساسا أنا مو ملثمة. فهذا اللي صار يعني حتى هو يعتبر كأنه نقاب احنا نسميه في الكويت. يعني ما أعرف شنو تسمونه في السعودية بس في ناس تقدر تتعرف خصوصا عيونك ما شاء الله يعني. أنا شوفي ترى كانوا يتعرفون من صوتي. أي يعني أول أيام اللثمة كنت أحط اللثام وأروح سوق مثلا وأشتري ميك اب وكذا لحظة صوت مين؟ بدور إبراهيم؟ أقول شلون تعرفين؟ قالت يا أخي طريقة يعني صوتك ولثمتك كذا عرفتي؟ بس مو الكل ترى في ناس ما شاء الله عليهم من الصوت يعرفون بصمة الصوت في ناس. لا بس أول أنا كنت أتحفظ أن ما حد يعرف ملامحي حتى تعرف صوتي عادي ما عندي مشكلة. أكيد في تعليقات يمكن سلبية ضايجة طبعا أنا هذا السبب يعني سبب كشف وجهي للتعليقات السلبية والنظرة الخطأ اللي ينظرون لي إياها. يعني تعليقات مثلا أحسن حاطة ميك اب وما أدري
ليه بعد فكي اللثمة، ليش حاطة اللثمة؟ وغير كلام السيء طبعا. فقلت خليني أكشف وجهه وأنتهي من ال، خلاص أبدأ يعني أشق طريقي بالخلاص، يعني أصير مثلا بلوجر مشهورة لإسمي لكياني، حتى حطيت اسمي بعدين بدور إبراهيم، ما كنت حاطة اسمي أي بس دودي قبل، دودي يعني معروفة، دودي الشرقية ميك اب دودي، ما يقولون ما يعرفون بدور إبراهيم. بس يعني ما قلتي مثلا وعليا يعني ما يعني أنت حالة جديدة إنه مثلا إنه ميك اب آرتست وتكون مغطية وجهها وكذي، فك يعني جديد عليهم. اي طبعا احنا يعني انت عشان كذي شوي هم كانوا طبعا بعدين يعني احنا المجتمع السعودي شوي بعد متحفظ يعني، وحتى بالعكس يعني حتى انا عائلتي ترى ابراهيم من عائله محافظه جدا 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 يعني انا الوحيده ترى اللي طلعت محجبه بدور. يمكن في المشاهير السوشيال ميديا في المملكه خاصه البنات اكثرهم في الميك اب ارتست، ليش؟ يعني والله هل هو مجال ناجح يستقطب عدد من المتابعين؟ شوف أنا بقول لك، البنت من يوم أنها صغيرة شو تحب؟ على طول تسرق روج أمها وتحط لها روج، صح ولا لا؟ كحل عمرنا وإحنا صغار، شيء فطري. فهذا الشيء يجذب البنات على طول، ميك اب ميك اب، شوف البنات يحبون الشغلة هذه. أيضا يعتبر في الخليج مثلا المملكة العربية السعودية وأيضا الكويت من الناس الأكثر استخدام لي يعني إن كان تجميل أو إن كان اللي هو خاصة في المكياج. إيه صح، يعني هذا بعد صح هم عنصر جاذب يعني حقق بزنس. بس في بنات بعد مشاهير عندنا غير الميك اب ارتست، في الرسامه، في الاسر المنتجه، في كل واحده لها ما شاء الله شق الطريق. بس احنا نتكلم عن الاكثريه إيه؟ ميك اب ارتست تقريبا. في والله انا ما ادري، انا اشوفها مو بس ميك اب ارتست، في يعني مشاهير في تنوع. ايه زين بدور، شنو قصتك مع امل الانصاري؟ او يعني خلينا نقول شنو قصتك قصتها معك، او حتى يعني قصتكم مع بعض، لان يعني انا في شيء بس انا مو فاهمه شنو. والله انا نفسك، انا يجيني هذا السؤال بدور ايش السالفه اقول ما ادري، يعني اسالوها انتم، انا ايش بينها وبيني؟ انا لا عمري شفتها ولا عندي رقمها ولا عمري كلمتها، فايش اللي صاير انا ماني عارفه، حالي حالك. ما تشوفون بعض بالمعارض؟ ماكو شيء يجمعكم؟ او المعرض الحالي مثلا العطور قلت لا صح في، بس ان انا يوم رحت بوثها ما لقيتها. ما درتي يعني. ليش رحتي؟ شلون رحت؟ ليش رحتي لها على بوث؟ لا انا اقول لك كنت ادور مع بوتيكات انا وان شاء الله بيصدر لي عطر ان شاء الله جديد ان شاء الله، فكنت ادور على البوثات عرفتي، فما بيني وبينها اي شيء. يعني كنت بتودي يعني لو بيني وبينها شيء على سبيل المثال شفت اختها امس توتا وسلمت عليها وصورت معاها سيلفي، ما بيني وبينهم اي شيء. كاميرا الاي تي في وعسيف بالتحديد راحت وصورت الجوله اللي صارت، او انت اللي صورتي كنا انت اللي صورتي هي عطتنا تصوير من معرض العطور، خلينا نشوفها مع بعض. مريتي داخل البوث؟ انت عندك عطر بعد؟ اي والله لا والله، يلا وريني اياه بعد شوي. اكيد قبل لا يسكر. اي غير اصغر واحلى ما مع جروب بناتنا البلوجرز، وفي معرض العطور مثل ما شفنا. مرة أمس انبسطت معاهم صراحة، ما توقعت أنهم بالأخلاق والرقي هذا، من جد من جد كنت خايفة، كنت خايفة أمس أكثر من اليوم. اليوم عشان موضوع الخلاف اللي صار؟ لا ما لا دخل، لا لا بالعكس. لا أقصد بجروبه خايفة، لا أقصد خايفة من المشاهير أني ألتقي معاهم وأسلم عليهم، لأن أول مرة في حياتي أني أقابلهم عرفتي. لكن أمل لا والله أوجه لها تحية وما في بيني وبينها أي شيء، ولو في شيء كان ما صورت مع أختها ولا سلمت عليها ولا شيء. بعدها بالكويت إن شاء الله تتشوفون، ويعني إن شاء الله تفتحون قلوبكم لبعض، حتى لو إن ما كان في شيء تبادرون سلامكم لبعض. وشلون لقيتي نورة العميري وفوز الفهد؟ والله أظن الدانا موديل بعد شفنا.
من الشخصيات اللي احبها صراحه، ثنائي مره مرحي وفوز. تابعينهم؟ يعني من صرت فاضيه ادخل عليهم. ما ادري، بلوجر صراحه مره فكاهي ومره حلو، وبعد يعني يجمع ما بين الاناقه والضحك والفكاهه وكل شيء. بدور ودي اخذ رايك، يعني نظره المجتمع، يمكن في جزء كبير اكيد من المتابعين ومن محبين شخصياتكم بشكل عام، لكن ايضا في جزء ينتقدونكم بشكل كبير، ان يعني ما اتكلم عنك انت كبدور، اتكلم عن الشريحه هذه، شريحه المشاهير في السوشيال ميديا، ان بينهم خلافات غريبه، خلافات حتى الاطفال يمكن ما يختلفون فيها بهالطريقه، يسوون مع انهم جميلات ويا حلوهم، كل وحده مبدعه بخطها وطريقتها. الدكتوره لازم تضبطهم. لا لا لا، للامانه يعني جميلات حق روحهم. لا بس احنا نقابلهم هني. جميلات حق روحهم، لكن يعني احنا نتكلم عن الشخصيه نفسها. تطلع هفوه، ما عليه ما عليه ما عليه. اليوم شنو رايك انت كبدور باللي تشوفينه في بعض الشخصيات اللي فعلا فعلا قاعد يعني يسيئون لكم؟ والله شوف، انا من ناحيتي صراحه يعني نادر ما اشوف الانستغرام، هم اساسا يطلعون بالاكسبلور دائما، فاشوف يعني بس مو فاهمه القصه شو السالفه، ماني فاهمه صراحه، فما ادري يعني يسوون لنا. لا، كل واحده تمثل نفسها اكيد، وكل واحده هي تعرف وش تطرح. لا بس دائما المجتمع يعم، مثل ما يقولون الشر يعم. لا مستحيل، يعني اللي يتابع بقول لك مثلا واحد مثلا واحده تتابع مثلا واحده مثلا ممثلة إغراء مثلا ومشهورة، معقولة بتسويها معاي مثلا أو مع غيري؟ لا لا. ما عندكم كذي مثلا تقول هاي ما تمثلنا في السعودية؟ عادتكم كله يكتبون كذي، ما تمثلنا فلانة بالسعودية، تبرون منها. شوفي، هو هم يمكن من ناحية أن هذه ما تمثلنا في حجابها، ما تمثلنا مثلا في سلوكها، ممكن كذا، لكن انا سعوديه اكيد يعني اكيد اني امثل بلدي، اني انا سعوديه، جنسيتي سعوديه، لكني انا تجيك تعليقات على الحجاب بعد؟ اي طبعا طبعا اكيد في الانستغرام. اي حتى والله بعض الاحيان يجيني من الاهل، يعني فلانه تقول وفلانه تقول، بس ما يهمني صراحه. إن شاء الله يا رب دائما تكونين يعني قد المجال اللي أنت فيه وقد أضواء السهرة اللي يعني إن شاء الله. بس بقول بعد يعني كلمة بقلبي، يعني صراحة الحجاب أنا أشوفه هو أخلاق البنت، يعني يعني مثلا أنا شخصيتي متابعيني يعرفوني، أهلي تعبانين على تربيتي، يعني مو الحجاب هو اللي يحددني أنا عشان أنتم تنتقدوني، خلاص يعني هذه طلعت شعرها، هذه نص شعرها، وش باقي ومدري ايش، متى الحلقة الأخيرة؟ أنا مستحيل يعني أتخلى عن حجابي، أنا هذا شو اسمه؟ هذا اسمه حجاب. كيف طريقته، كيف أنا طالعة فيه، هذا بيني وبين ربي، يعني علاقتي أنا مع ربي، ربي يحاسبني في النهاية، وربي الله يهديني، يعني أكيد في النهاية الهداية من رب العالمين أكيد يعني. يعني هما تدرين الناس لابد من يعني التعليق ولابد. والله يعني شوفي أنا صراحة إنسانة، أنت يعني شخص مشهور، عرفتي شلون؟ يعني في هذه الأمور يمكن تكون شخصية خاصة فيك، بس يعني أنت دامنا حطيتي نفسك كمشهورة، هم يحسون أن لهم حق أن هم ينتقدون أو يعلقون. لا صراحة ما لهم حق، خصوصاً بعضهم هذول النفسيات ما لهم حق صراحة. أحس أنه لا، في المشهور ترى لا عنده مشاعر وعنده أحاسيس، يعني لما تجيني معلش لما تقول أنا أبغى أنصحك، واحدة ترد عليها تقول طيب انصحيها بالخاص، فعلاً في رقم واتساب، ارسلي نصيحتك، ليش قدام الناس؟ ليه يعني؟ ما تعليقات صراحة سيئة، بس أنا خلاص يعني قلت مستحيل أني أنا ألتفت الوراي ولا أسمع تعليق، بالعكس التعليقات هذه كلها أدوس عليها وأرتفع. راح نروح على فاصل، نرجع نواصل مع بدور الإبراهيم معنا في حلقتنا في عسيف. هذا البرنامج برعاية مستشفى السيف. من أول ما بدينا سنة 2009 كسبنا ثقتكم، لأن خدماتنا متميزة ولأن الأطباء عندنا كفاءتهم عالية، يستخدمون أحدث التقنيات العالمية، تلقى عندنا رعاية طبية صحية لك ولأسرتك،
وإذا كنت تدور موقع متميز في قلب المدينة فوجهتك أكيد بتكون مستشفى السيف. عندنا تحس إنك بأمان. مستشفى السيف، أبحر في رعايتنا. رجعنا معكم في عسيف وما زلنا اكيد حوارنا قائم مع الميك اب ارتست بدور الابراهيم اللي تواجه اكيد يعني نجوميه حلوه وشهره حلوه وايضا هي موجوده على ارضنا في الكويت غير شهرتها اللي بالسعوديه. يعني ايضا تكلمنا عن محور التعليقات، يعني في موضوع صغير ودنا نسولف فيه بس يعني نتركه لبعد شوي، عن ايضا التعليقات لان احنا كنا قاعد نشوف التعليقات الموجوده في الاكونت اللي ربما تكون هي قليله نوعا ما. تعرفين احنا كمجتمع ما يرحم، خصوصا احنا عندنا في الكويت صراحه الفاشينيستات يعني للامانه ما ادري اذا هذا الشيء عندكم يا بالسعوديه ولا لا، اي واحده ممكن تسوي اي شيء تظهر على السطح على طول عندنا على قولتهم في انستغرام وفي اكسبلورر في بقيه صح. السوشيال ميديا ايضا يعني لاي موقف ممكن تتعرض له او تسويه. بالنسبه حقك موضوع الحجاب احنا نرجع نتوقف عنده يعني وسموحه منك اذا احنا نتدخل، يعتبر يعني هذا مثل ما قالوا هم لا يعتبر حجاب، فشلون قاعده تنوهين لهم؟ يمكن هم ما شافوش في البدايه لثام، بعدين في الحجاب اللي كان الحجاب مسكر انزين، بعدين صرنا على موضوع طريقة هذا الحجاب، هو بالآخر حرية شخصية نعرف، بس أنت كيف حابة توضحين؟ شوفي أنا دينياً أساساً هذا مش حجاب، مش حجاب المرأة المسلمة، خلينا نكون واقعيين، أنا إنسانة متصالحة مع نفسي وعارفة وكل إنسان له معصية وكل إنسان يعني يخطي، فبيقولون لا تجاهرين، ما أدري أنا صراحة بقول لك شيء يعني هي حرية شخصية زي ما قلت قبل شوي وهذا يعني ما يمثل يعني مبادئي وأخلاقي وتربيتي بس أنا أشوف صراحة أقول لك إياها أشوف نفسي أحلى لما أطلع شعري زي. أحلى؟ أنت تكلمتي يمكن أخاف في فترة جاية راح تكون خلاص ممكن؟ لا لا هذه مستحيل لا هذه مستحيل هذا الحجاب مستحيل أتخلى عنه بس إني أنت سألتيني سؤال واضح وأنا جاوبتك من القلب للقلب بدور في نوعا ما تناقض بكلامك اللي هو يعني خلينا نكون صريحين أنت في البداية قلتي أنا امرأة محجبة ودكتورة يمكن قالت لك أنت مو محجبة كانت تعدلين لها المعلومة تقول لا أنا أتكلم إني أنا محجبة الآن تقولين هذا ما هو حجاب وفعلا الحجاب له معايير معينة حجاب الإسلامي يتكلم معايير معينة الحين أنت محجبة أو غير محجبة هذا أمر شخصي لك يعني على قولتهم بينك وبين ربك لكن ما يصير أنا بعد أقول أني أنا لابس بدلة وأنا ما أكون لابس بدلة يعني أنا لابس قميص وأقول لهم أنا لابس بدلة رسمية لا لا ما لا علاقة أنت الحين قاعد تقولين أنا محجبة وهذا مو حجاب هذه شيلة تنحط بقول لك طريقة أنا ما قلت هذا الحجاب أقول لك طريقة الحجاب هذه مش طريقة الحجاب الإسلامي عشان البنات ما يقولون بس هذا ما يسمونه حجاب لحظة يسمونه شيلة بقول لك أنا بس هذا لحظة لا هذه وشو هذا إيش لا الحجاب هو ما لا دقيقة طريقة طريقة أنا قلت كل واحدة لها طريقة أنا قلت لك كل واحدة لها طريقة تكلم عن المعايير بدور إحنا نتكلم عن المعايير معايير الحجاب هو ما يحجب الممنوع صح كلامك انت الحين ما حجبتي الممنوع شعرك موجود واضح فهذا مو حجاب هذه شيله محطوطه على الراس هذا التعبير الواضح للشيء اي صح انا يعني هذه ساعه على اليد هذه شيله على الراس دخل دكتور دخل على الفلسفه اسمع بقول لك انا قلت لك ان هذا الحجاب في يعني كل واحده لها طريقتها معلش انا بقنعك الحين صراحه نروح بعض الاحيان اسواق
واحدة محجبة تماما ما تطلع ولا شعرة، البعض، أنا ما أقول الكل، البعض، لكن أخلاقها تقصدين؟ لا ممكن، نحن نتكلم على الشكل وكيف طريقة الحجاب صح؟ لكن معلش الصدر طالع، المعالم الجسم طالعة، السيقان طالعة، كل شيء طالع. هذه المعايير اللي قاعد نتكلم عنها، هذا مو حجاب، انا ايش قلت لك؟ فاقول لك لا، انا ممكن الحجاب هو حجب الممنوع او غير مسموح. هي ما حجبت، هي ما اخذ حجاب جزئي يعني فوق محجبتها حتى اوضحت، ويرد الامر هو يعني حريه شخصيه وامر شخصي. لا انا اقول لك انا اوضح للمشاهدين، تبي تكملين على المحور ولا ننطلق؟ اكيد احنا ودنا ننطلق لمحورك الرئيسي اللي هو عن عالم التجميل، هو اكيد عالم حلو يهم يعني اغلب البنات حاليا، ونبي نسولف ما شاء الله يعني بعدك صغيره وعندك 5 ماركات عالميه. اي الحمد لله، يعني انا الميك اب ارتست السعوديه باسمك يعني تبارك الرحمن. اي براند هذا باسمي بدور ابراهيم، وفخوره الحمد لله اني انا حققت الشيء هذا ونجح طبعا. ينزل على طول سولد اوت، ما يقعد 3 شهور الحمد لله يا ربي، والجديد ان شاء الله بعد بالطريق. عباره عن شنو؟ علمينا. يعني قلم حواجب، الادوات نفسها اللي انت تستخدمينهم وتعرضينهم اكيد للبنات. يعني قلم حواجب، فرش حق الميك اب، حلو هذا وايد، ارواج، اضاءات سويت بدور هذيل المنتجات. منتجات يكونون موجودين لكن يتغير فيهم الاسم فقط، ولا يصنع هذا المنتج لك؟ لا طبعا المصانع مو بس حق بدور ابراهيم، المصانع حق يعني براند معروف لكن يحطون اسمك. اي انت تختار اسم او بعدين لحظه لها لك دور انك انت تبحث عن الجوده. صحيح. عن الكواليتي، عن عرفت كلها. وتجربينهم. اي طبعا انا اجربهم بعض الاحيان، انا توني مصنعه منتج زين خلاص بيجي بيوصل وقلت حق بنات كلها اسبوع اسبوعين بيوصل، وصلني ما عجبني قلت كنسل، يعني خسرت مبلغ بس عشان اني انا ما اخدع بنات. مصداقيتك اهم اكيد. اي اكيد، لان يعني هذا اسم لازم تبنينه صح ولا طبعا يعني تكلمين يعني عن خطوه كبيره يعني الصراحه، ان الوحده تختار منتج ويطلع باسمها ويصنع وتعتبر ماركه عالميه، يعني هذه خطوه الصراحه تحسب لك اكيد في مجالك. على طاري الخساره والربح، ايش كثر ربحتي من هذا المجال؟ حسين انه مربح؟ والله اي مربح، بس انه في البدايه انا في ممولين او تجار يعني زي ما تقولين لي نسبه، بس ان شاء الله الحين الانطلاقه الجديده هذه 100% بدور ابراهيم. يا سلام قد يعني انا قاعده احوش من التجار عرفتي. بعدين لا خلاص جمعت مبلغ وان شاء الله انا راح انطلق لحالي بدون اي شريك. شيء حلو. إيه. احنا يمكن قبل فتره تكلمنا في موضوع الثراء والغنى. دائما يقولون الانسان لازم تكون عنده مصادر دخل أكثر من متنوعه مصدر. عشان اذا وقف شيء يكون في عنده مصدر ثاني. اليوم انت اكيد قاعد تفكرين انه يكون عندك مصدر دخل ثاني غير الدعايات اللي تسوينها من خلال حسابك. صح. هل انت مركزه فقط على المنتجات اللي راح تكون باسمك تبيعينها، او راح تدخلي في موضوع مثلا انشاء صالونات معينه، مشاريع مطاعم، كافيهات، اشياء خارج عن اكيد تخصصك؟ اكيد طبعا، يعني بصراحة أنا يعني مفكرة أقول يعني مو والله طول عمري أروح من فندق لفندق ماسكة شنطتي ومساعدتي معاي وأدور وأصلح وأقعد 3 ساعات 4 ساعات، لا طبعا شوية صاجة. فخلاص أحس أن المرحلة هذه ممكن تبي الموقع لك شوي، أني يعني كل ما ارتفعت بالمنتجات بالدعايات هذا أكيد دخل إضافي ممتاز أنا أشوفه. صحيح. يعني أوكي، بس ان اكيد اللي بفتح مطاعم كوفيات اكيد وتوقع مطعم والكوفي هذا براسي، واتوقع ان البيئه التجاريه في المملكه جيده جدا الحين في الوقت الحالي. اكيد الحين ارض خصبه السعوديه بالضبط. بجميع المجالات ما شاء الله. ما تفكرين تفتحين عندنا؟ والله الا يعني ممكن يكون كفرع ثاني يعني صراحه قاعد كلمه صراحه والله. ان شاء الله يعني واحنا ما شاء الله عندنا يعني شوفي حتى البوتيكات يعني يعتبر ايضا منبر كويتي. أكيد. ما يعني ما ودك لي قدام تفتحين يعني خبيره تجميل؟ ان شاء الله والله. يمكن مثلا تشاركين مع وحده تكون موجوده هني اساسا عندها موقعك وتكون زيارات معينه؟ بالعكس هذا يعني خطه مستقبليه ان شاء الله اقوم فيها ان شاء الله. ولا ما تحبين الشراكه والشريكه؟ شوفي هو قولي انا تعقدت صراحه من الشراكه، اقول لك من منتجاتي اكيد يعني منتجاتي هذه تجار يعني يشاركوني باسمي وكذا، فحس تعقدت يعني الواحد يشتغل بنفسه احسن. يعني انا وقفت الحين تقريبا ما ادري سنه تقريبا ما قاعده انتج،
أبغى أبيع عشان أجمع فلوس عشان أسوي منتجات. خلاص تعبت. ولا أقدر أنا ملايين الشركاء يجوني بدور بنسوي لك خط لاين كامل. خصوصاً يعني مشهورة من فونديشن من كل من طقطق إلى سلام عليكم. بس أنا لا. تبين شيء كلش أبغى معلي حبة حبة مجهودي أنا أحسن لي. وأنت إحنا يعني ذكرنا من البداية إن ما شاء الله عليك تعبتي على نفسك وبكل خطوة تخطينها يعني تعتبر اجتهادات فردية منك أنت يعني ناضلتي عشان تكونين موجودة صح. على صف يعني خبيرات التجميل يعني وخاصة في السعودية موجود أكثر. راح نروح على تقرير جديد ولا نرد نسولف؟ عندنا تقرير بنشوفه ونرد نستكمل حوارنا معك. أوكي معكم. يقولون يخلق من الشبه 40. طبعاً هذا المثل ينطبق على ضيفتنا اللي وايد شبهوها بنجمات ومشاهير من عالم الفن والجمال. قالوا عنها تشبه الممثلة ريم عبد الله، وفي آخرين يشبهونها بالممثلة والمذيعة مروة محمد، لكن تظل إيه وتفضل اسم الليدي بدور. سالفة الشبه بعد. والله شوفي أنا ما عمري شبهت نفسي، بس متابعيني هم اللي يشبهوني. إيه إحنا قلنا المتابعين هم اللي مشبهينك يعني ما شاء الله صادقين والله. ترى لأن بعض التعليقات مو شبه لمحة صح ولا لا؟ هو شوفي ريم العبد الله ممكن. كنا غمازات بعد رؤى الصبان. ميكس. هذا بعض في تعليق جاني صراحة ضحكني، يقول لي أنت ماخذين ريم العبد الله ورؤى الصبان بخلاط وخلطينكم طالعين بدور ابراهيم. بس ما ادري انا شوف لما يقولون كذي. شوفي هو طريقه الميك اب تصوير مثلا زاويه معينه ممكن اشبههم، بس في الحقيقه انا ما اشوف الا اشبه بدور ابراهيم بس. أيه. ما لي شبيه بدر البدور. يا سلام. مغروره ولا مو مغروره؟ لا بصراحة أنا أعتبر يعني إنسانة طبيعية متواضعة، هذا محبة الناس هي يعني سببها التواضع والطيبة. صراحة أنا ما شفتك يعني مغرورة للأمانة من أول ما دخلتي وقبلتي لله الله عليك، يعني ما شاء الله عليك يعني عندك هذه القبلة فيها يعني ذوق ويحلى. ممكن الواحد يكون واثق من نفسه يقول هذا مغرور مثلا يعني أو اللي يجلس معاك ويعاشرك بيعرف أنك لا. طبعا اكيد لا انا يعني للامانه شفتك واثقه بنفسك واثقه من خطواتك وان شاء الله منها يعني للاعلى دائما ان شاء الله. راح نروح على موضوع يعني الاستقرار. اي يعني يمكن كان لوالدك عسى الله يرحمه دور كبير في حياتك وانت كنت متعلقه فيه بشكل كبير، مريتي في اخفاقات كثيره وكان يدعمك طبعاً. الآن بدور هل هي الآن قوية واقفة على أرض صلبة تستطيع أن تنطلق لوحدها؟ أول حاجة الله يرحم الوالد الله يرحمه أحمد عبد العزيز البراهيم، طبعاً هذا معروف على مستوى العائلة وعلى مستوى الحسا وعلى مستوى الدمام أصلاً. فأكيد بابا الله يرحمه دعمني دعم مستحيل، يعني لم بقول لك لو يعني لو بابا لو الله ثم بابا كان ما وصلت المرحلة اللي أنا فيها هذه. وهذا الشيء مستحيل أنساه، وأنا أحس إن قلبي قام يدق. الله يرحمه إن شاء الله. أكيد فقدانه وفراقه أكيد. طبعاً بابا مات وأكيد إن إحنا حزننا. الله يرحمه. بس ظل الألم، ألم الاشتياق، ألم الفقد. أكيد أي شخص عزيز ظل ذكراه موجودة دائما في قلوبنا وفي ذاكرتنا ودائما تشوفين أعماله أمامك خالدة. أكيد صحيح. إحنا نبي نشكر مرافقة معك ما أعرف صديقتك أو من الأهل خيرية القحطاني، أحب أوجه لها تحية وبصراحة تفائل فيها الإنسانة هذه. تحبك مبين تحبك والله. أيوة. قاعده وتصورك. يعني اكيد ما قصرت والله معاي اليوم. هي اللي ساعدتك باشياء اليوم ولا؟ كثير والله. شنو تساعدك؟ اقول لك موقف يضحك. مركبه اظافري زين، كل ما اسوي شيء طح ظفر. يا الله جد مسكينه لعوزتها، سكري لي الشوز حقي، سكري لي الساعه، ضبطي لي الساعه. يا عمري والله العظيم انها مش يعني كرامة هي، بس يعني بجد وقفت معي وقفة
أخت ما وقفتها معي. بدور ووجه لها تحية. إبراهيم يعطيك العافية قواك الله، عسى الله إن شاء الله يوفقك في القادم من الأيام. آمين. كنت ضيفة معنا عسيف، وإن شاء الله استمتعتي بوجودك في الكويت، ونتمنى لك إجازة سعيدة خلال الأيام المتبقية لك في الكويت. الله يسلمك، وفرحانة بوجودكم، وكنت أدعي ربي إني دائما أنكم تكونوا في الحلقة معي. بعد قلبي حبيبتي تسلمين، ومشكورة وما قصرتي. عسى يعني كنا تمام معك في اللقاء. اي والله، بس انه اول لقاء لي، واكيد هذا اول لقاء لك في تلفزيون كويتي في عسيف في اي تي في. أيه صح. ان شاء الله تردين بعد فتره ونسمع عنك اخبار جديده وحلوه ان شاء الله. حبيبتي مشكوره، تسلمين، شكرا لوجودك. احنا وصلنا يمكن لختام حلقتنا، ونقول لكم تصبحون على خير. اليوم احنا يبدي الويكند عندنا خلاص. ويكند سعيد اكيد، وان شاء الله نشوفكم الاسبوع المقبل في حلقات جديده وضيوف جدد وفقرات جديده. شكرا لكم، شكرا للمتابعه.